السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير الحمد لله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غنوجد واحد الكريمه سهله التحضير، وكتكون يعني سهله في التغليف ديال لي كيك او التزيين، كتبقى واقفه ما كتهبطش. ندوزو المقادير والطريقه في نفس الوقت. بسم الله. كما كتشوفوا، اول حاجه خديت واحد الكسرونه، خديت واحد 200 غرام ديال الكريمه سائله، خديت واحد 300 غرام ديال الشوكولا. يعني اي من الافضل يكون شوكولا نوعيه جيده. انا المتوفرش عندي، استعملت غير الشوكولا العادي. كيف ما كتشوفوا، خديت ديك 200 غرام ديال الكريمه السائله وضعتها فوق نار مهيله حتى سخنات. من بعد ضفت لها ديك 300 غرام ديال الشوكولا. كيف ما كتشوفوا بقيت كنحرك فيها حتى كيذوب داك الشكلاط مزيان. الى ما ذابش لكم داك الشكلاط، وضع الكسرونه فوق من حمام مريم باش داك الشكلاط باش ما يخسرش لينا هو والكريمه. من بعد ما كيذوب غادي نحط الكسرونه حدايا وغنبقى نخلط مزيان. من بعد غادي نضيف الكميه كامله ديال الكريمه اللي كتكون عندي. انا صراحه استعملت نص اتر ديال الكريمه، استعملت يعني 500 ملي اللي استعملت. كيف ما كتشوفوا كنبقى ندخل بشويه بشويه، يعني كل خطره كنكب بشويه وكنبدا نخلص مزيان. صراحه الا وضعتو الشكلاط نوعيه جيده، كيجي اللون ديال الكريمه كيجي غامق، يعني اللون ديال الشكلاط. انا عندي نوعيه عادي، يعني متوفرش عندي نوعيه جيده. مهم لو كان شكلات نوعيه جيده احسن، كيجي المذاق وحتى اللون كيجي لوين احسن، كاتين يعني اللون بني غامق. كما كتشوفوا من بعد ما خلطت الكريمه مزيان، خديت سلوفان هكا وكنغطي الوجه ديال الكريمه باش ما يدخلش ليها البرد. هكا كنحاول نغطيها مزيان باش ما ديرش باش ما تكونش هذيك القشره من الفوق. من بعد غندخلها الثلاجه، غنخليها ترتاح واحد ساعه المكانه. من بعد غنجبدها وغنوضعها في الاناء وغنبدا نضرب هكا بالضراب، كنحاول نطلع الكريمه. واحد النصيحه، هاد الكريم ما تحاولوش تطلعوها بزاف باش ما تبقاش تقطع، يعني تكون قياس، حيت راكم عارفين الشكلاط يس اصلا هو كيكون كيشد مع الكريمه. يعني الا طربتو بزاف الكريمه غطي عليكم، يعني غتولي غتقطع، ما غاديش تبقى زوينه في التزيين. وهاد الكريمه غتجربوها غتولي هي المعتمده عندكم ان شاء الله. سهله في المقادير ديالها وما كتشدش الوقت، دغيا كتوجد وكتجي غزاله في التزيين ديالها، انك تغلفي بها وتزيني بها لي كيك ديالك، وحتى الحشو ديال لي كيك كتجي صراحه واعره، كتجي زوينه. ونتمنى من الله انكم تجربوها وهذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش تدعموني بلايك وجيم واشتراك وبتعليق ديالكم الزوينين باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. انتما كيف ما كتشوفوا راه مره كنشوف هاد الكريمه واش طلعت ولا مازال. انتوما كيف ما كتشوفوا الكريمه راه قربت توجد.
صراحه كتجي زوينه بصراحه. هاد الكميه كتخرج كميه مزيانه، يعني انك ممكن لك تغلفي بها كيكه وتزيني. انتوما كيف ما كتشوفوا راه صراحه هاد الكريمه كتجي غزاله وكتطلع. انتوما راه ما كتهبطش بمره صراحه، كتجي فن وغتعجبكم ان شاء الله يا ربي. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. يلا السلام عليكم.